موضوع الارث اغلق بابه واللي كيناقش هذا الشيء باغي الفتنه واخي الحق في اننا نناقشوا يعني عطونا الحق غير نختلف معاكم كذا مثلا السيد رئيس الحكومه في برنامج تلفزيوني قال النقاش ممكن كنت سيليا زعما يطرحها في موضوع نقاش كشخص قلتش دابا قالها علنا ولكن ما تحتاجش انا كنختلف في الاختيار غير كنقول في الناس كنقول في الاختيار محافظ اخوان لما في اي طرف ولكن الاختيار الحداثي من يشعر راه المكسب الكبير اللي عندنا في المغرب هو ان عندنا حوار وطني وعندنا نقاش كل واحد يقول فيه اللي بغى ولكن عمرنا ما سجلنا على التيار الحداثي انه دار لائحه ديال الاغتيالات او قال غادي نقتلوا فلان او دار دي فيديو كيقول فلان خصو يموت او قلنا خصنا نوقفوا فلان او كذا عمر التيار خلينا كل شيء ثاني هو ماشي انت اصلي شي ولا غير شي والو كتقول التيار المحافظ ودخل معايا ابو النعيم ودخل معايا اللي بغيتي انا ما باني عندك شي كامل وكنبغي نتدبير عمركم ما درتو موقف العافيه 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 ما قرينا موقف العافيه ما كتبهناش ضد هذا الشيء ما كتبهناش فاذا الموضوع هو انه كنتناقشوا بين الكره بقى النقاش مفتوح الله يخليكم الجلسه ديال كاسي الشيء الله يخليكم الجلسه ديال كاسي الشيء ولكن عطيني حقي في جسدي نتصرف فيه كيف بغيت فقط هذه الحريه سي عاصي عندك حريه في الكلام ولكن عندنا حريه في تنظيم الحوار وعندنا الحريه في الرد